ينقل في أحوال السيد بحر العلوم رحمة الله عليه، هذا العالم الكبير الذي تنقل في أحواله كرامات، ينقل أنه في يوم من الأيام رؤية مستبشرا عنده حالة فرح وسرور، فقيل له: لماذا؟ أحيانا أولياء الله سبحانه وتعالى كانوا يذكرون بعض ما أنعم الله عليهم، لا من باب الإظهار وإنما من باب التعليم. فقال: أنا في الواقع كنت أعاني مشكلة 25 عام أحارب لأن أدفع هذه المشكلة. 25 عام أكو هالشكل حرب، الإنسان يعيش في حرب 25 عام. أنا من 25 عام دا أحاول للتخلص من هذه المشكلة، واليوم أنا أشعر أنني تخلصت من هذه المشكلة، ولذلك أنا مسرور. قيل له: وما كانت تلك المشكلة؟ قال: كانت تلك المشكلة ألا أرى مع الله غيره. إحنا عادة نلاحظ الله ونلاحظ غير الله سبحانه وتعالى، هذه الأعمال التي نقوم بها لمن نعملها؟ صلاتنا في الغرفة المغلقة كيف تكون؟ وصلاتنا أمام الجمع كيف تكون؟ أكو فرق بين الاثنين أو ماكو فرق؟ إذا يوم من الأيام كنا ضيوف على بعض المؤمنين، نقوم لصلاة الصبح أو لا نقوم؟ إذا قمنا متى نقوم؟ إذا صلينا كيف نصلي؟ وإذا في يوم من الأيام واحد كان في البيت وحده أو مع زوجته التي لا يحتشم منها، يقوم أو لا يقوم؟ متى يقوم؟ كيف يصلي؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. من الناس يخافون ولكن من الله سبحانه وتعالى لا يخافون. هذه من أشق الأعمال، أنه الإنسان لا يشاهد مع الله أحدا سواه. يعني حقيقة الباعث الباطني القلبي وراء كل عمل يكون هو الله سبحانه وتعالى. أنا الآن مسرور لأنه بعد 25 عام من الرياضة والمجاهدة والمحاولة الآن وصلت إلى هذه الحالة.